السائل يقول: أنا أزهري وخرجت ريح ونسيت إني جنب وصليت إمام بالناس، وبعدها بفترة تذكرت أني جنب، فما حكم الصلاة للمأمومين؟ يعني هو السؤال ملوش علاقة بأنه أزهري إلا إذا كان إمام في جامع فعارف الجامع والناس. يعني إلا لو كان يقصد أزهري عشان يقول إنه هو إمام في جامع. أيوه. إمام في جامع فأحدث ريحا ونسي، وكمان نسي إنه جنب، يعني ده الطهارة الصغرى والكبرى. أيوه. وصلى إماما بالناس. تمام. وده فترة تذكر أني كنت جنبا، فما حكم، يعني هو لما خرج الريح يعني هو فاكر إن الحكم مختلف. ما بطلان الصلاة بالريح زي الجنب، بس طبعا. أيوه. الفرق ان من الاساس الصلاه باطله. ايوه، بالاساس الصلاه باطله. ايوه، انما الريح معناها فيما الناس بتكمل. طيب، صلى بالناس، عرف امتى انه جنب؟ بيقول بعد انتهاءه من الصلاه. بعد انتهاءه من الصلاه والناس موجوده. خلاص، ما حددش بقى، مش عارف يعني هو كمل الصلاه وهو احدث، يعني ده مصيبه سوده. يعني انا النهارده صليت بالناس ركعتين، خرج مني ريح، كملت بالناس صلاة؟ ما تجيبوا لنا طب السؤال يا جماعة كده، معلش تاني نقراه بالظبط، يعني اطلع الأول نشوف في أي توضيح كده. يا جماعة بعد إذنكم عايزين السؤال بس تاني. لا مش ده يا جماعة، السؤال اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طيب يعني لحد ما السؤال طيب يجهز. أنا فاكر الصيغة. يعني طب أنا دلوقتي الأخ أحدث، ما هو مش معقول أحدث في نهاية الصلاة بعد ما خلص صلاة، بعد ما خلص صلاة خلاص الصلاة صحيحة. إنما واضح سؤاله إن هو في قلب الصلاة. فكان واجب عليه أن يخرج، وكون إنه أزهري معناه عارف الحكم الشرعي. ما فيش أزهري إمام النهاردة جاهل بالصلاة، ما مش أول مرة هيصلي. أيوه، هو ده السؤال. طيب، ونسيت إني جنب. أنا أزهري وأخرجت ريح ونسيت إني جنب، نسيت. تمام. وصليت إمام بالناس. حلو. وبعدها بفترة تذكرت أني جنب. السؤال هنا حضرتك. خرج ريح. حالاته تكون كالتالي. يا في اثناء الصلاه يا بعد انتهاء الصلاه. بعد انتهاء ده الاول بتاع الريح، سيبنا من الجنوب دلوقتي. ايوه ماشي. بعد انتهاء الصلاه مش موضع يا عم، ارجع لسه بالسؤال، انت مالك مستعجل؟ تمام. يعني المهم المساله هنا الصيغه بتخليني ارجع واروح للاجابه يعني. ايوه ايوه. طيب انت النهارده ده، خلينا في الاول حكايه الحدث الاصغر الريح. يا ده حدث منه في الصلاه معناه انه كمل، اصل مش هيسأل، اصل لو ما كملش مش هيسأل عن صلاة الناس. وربما يكون قال للناس ان خرج من الصلاة حد يكمل، فبيسأل عن الركعتين اللي صلاهم وهو جنب. تمام. دي حالة تانية، بس خليه في الأول دلوقتي. أيوه. طب حضرتك دلوقتي يا بعد الصلاة يا أثناء الصلاة، أثناء الصلاة كان عليك أنك تخرج من الصلاة. إذا أصريت ده ما بقاش نسيان. ده إصرار على المعصية. تمام. ده أنت شايل كل اللي وراك ده في رقبتك. أيوه. وعليك أنك أنت تبلغهم ليقضوا ليعيدوا هذه الصلاة. طيب. تمام. يا بعد الصلاة وانت احدثت، مش فارق، مش موضوع سؤال، بس افتكرت بعدها، لا ده انت كنت جنوب، افتكرت انت جنوب وانت على سجادة الصلاة، ولا بعد ما الناس مشيت وانت مشيت؟ دي حالة تانية. اذا كنت والناس موجودة يا اخواننا عيدوا صلاتكم. ايوه. انا ما كنتش متوضي، مش هقول بقى جنوب، مش متخدش، نسيت، مش ما كنتش متوضي. يا عم مش قايل لك وانا احرج نفسي. تحرج يعني، سخط الناس ام سخط الله؟ سخط الناس اهون بكتير. طيب يتزعلوا يتعملوا خلاص. طيب، زي كلمة أنا أزهري معناه أنه إمام في الجامع. أيوة. فإذا مصلي إخواننا اللي صلى معايا الفرض الفلاني يعيد الصلاة. تمام. إيه معلش أنا أخطأت خطأ يفسد الصلاة، فالناس تعيد الصلاة صلاتها دي ويبرئ ذمته. نعم. ويعيد. أيوة. فعل ذلك حرجا وكذا؟ لا، ما فيش حاجة اسمها حرج. أيوة. توب إلى الله من ذلك، وتوب تقول للناس ولا تعيدها مرة أخرى، كارثة. إنسان صلى من غير وضوء أو من غير طهارة كارثة لو عارف. أيوة. فلا، هذا عقاب يعني شديد عند الله عز وجل يعني. نسأل الله عز وجل العافية.